السلام عليكم. تمام، نبدأ بإذن الله. طبعا موضوعنا اليوم إن شاء الله على الفاكسينيشن. هناخدوا الفاكسينيشن حسب الليبيان، يعني فاكسينيشن سكيدول طبعا يختلف من دولة للتانية، بس شفت يعني حتى ايجيبت وبعض الدول التانية هو الأغلبية ماشيين بنفس السيستم، اختلافات بسيطة تمام بين دولة والتانية. إذا كان حد يعني مش من ليبيا فالأحسن إنه يكون حافظ السكيدول بتاع الدولة بتاعه، لأنه هو هذا اللي بيتحاسب عليه، يعني المكان اللي يشتغل فيه بهي، فهذا اللي المفروض يكون يعرف، يعني يعرف السكيدول بتاعه. وزي ما حكينا هو مفيش اختلافات كبيرة، فيه مصطلحات مرات تلاقيكم في الفاكسينيشن، في مصطلح يسموه فيه الكاتش أب. طبعا كيف كان حد مش واخد الفاكسينز بتاعه في وقتهم وجاي تو تبي تبدأ له فاكسين، مثلا تبي تبدأ له فاكسين متأخر شوية في عمر 4 سنين مثلا، فهذه فكرة الكاتش أب، يعني شن آخر فرصة ليه إنه هو ياخذ تطعيمات. حتلقوا جداول مثلا يقول لك التطعيم هذا ما مستحيل نبدو فيه إذا كان العمر أكثر من 7 سنوات، التطعيم الفلاني مش حنبدو فيه إذا كان بعد 6 سنوات، وهكذا، ويعطيك الفاصل بين كل تطعيم والتاني. في مصطلح آخر تسمعوه اسمه الأكسلريتد سكيدول. الاكسلريتد سكيدول معناها من اسمه هو اكسلريتد، يعني مسرع او في عجله، يعني يكونوا نبوا نعطوا بسرعه. امتى تبي تعطي بسرعه؟ في حال انه هو الطفل مثلا هو يبي يسافر لدوله ثانيه، ممكن برنامج تطعيماتها مختلف، ممكن لاي سبب من الاسباب، يعني قصدي وات ايفر ذا كوز. المهم انه في بعض الاحيان نحتاجه ان احنا نبوا تحفيز في وقت قصير، فهذا بخلينا نقول شن أقرب مدة بين التطعيم والثانية، يعني أتليست يكون بينهم كم، يعني بهي. فاحنا عندنا الستاندرد سكيدول اللي هو محطوط من ضمن عند كل دولة، يعني وهو طبعا بناء على توصيات الـ WHO. يقول لك توصيات الـ WHO هي لوز شوية، يعني بمعنى أنها هي مش صارمة في تحديد المواعيد. لما تعطيك مثلا 3 doses تقول لك the first dose minimal، يعني period انها تكون weeks، maximal period انها تكون at مثلا 2 years old ولا 5 years old whatever، تعطيك اقل مدة ممكنة واقصى مدة ممكنة، وتعطيك الفاصل بين كل تطعيم والثاني، مثلا minimum انه يكون 4 weeks، ما يكونش اقرب من هيك بهي. وبعدين انت حط النظام اللي يمشي معك، فالتوصيات نتاعها ما كانتش يعني محددة، فهذا اللي يخلي يعني كل دولة تحط في جدول تطعيمات بناء على شن هم الـ endemic infections، بناء على حتى الفاندز يعني أو
التكلفة المادية هي، لأن في دول ما تقدرش تتحمل تكلفة كل التطعيمات، فتحاول تختار التطعيمات الأكثر أهمية وهي اللي تغطيهم. بهي تمام. طبعا احنا عندنا سيستم فاكسينيشن ممتاز بهي. للأسف في السنوات الأخيرة قاعد يصير في خلل نتيجة نقص التطعيمات، فيصير في تأخير. ومرات أنتم كأطباء تتعرضوا للأسئلة هذه، يعني احنا كلنا قعدنا نتعرضوا لها. فجيك الأم تقول لك أنا ولدي كان في تطعيم ناقصة، توا توفرت، نعطيها ما نعطيهاش، مسموح بها توا. مش مرات تلقوا روحكم الأسئلة هذه صعب إنكم تجاوبوها، تبي حد يعني متعمق في الموضوع أو قاري عليه بتوسع أكثر عشان يجاوبها. وبرغم إن إجابتها أحيانا تكون بسيطة، يعني مجرد إن الواحد يبحث شوية هيك حيلقى إن الموضوع ممكن يعني جدا إن تتعاملوا مع الفاكسينز وتتعلموها، وإحنا عاطينها يعني أكبر من حجمها. بهي هو الموضوع بسيط إن شاء الله. تمام. فهذه بس يعني شوية مصطلحات في البداية، حبيت إن نقول لكم إن في ستاندرد سكيدول، مش معناها إن هذا خلاص قاعدة مستحيل يتغير، لا، هو هذا جدول مثالي، ولكن نقدر إن نسرعوه، نقدر نعطوه في وقت قصير، نقدر نبدو فيه حتى متأخر، ولكن within limits، يعني فيه حدود. بهي فهذا اللي يسموا فيه مصطلح الكاتش أب، اللي هو إن إحنا نلحقه نعطوا فاكسينيشن حتى متأخر. ومصطلح الاكسلريتد سكيدول، اللي هو جدول المسرع او اللي يعطينا في عجله عشان مثلا لظروف معينه. يعني بهي من ضمنها مثلا ان مرات يبي يدخل عليه بروسيجر معينه، او يبي مثلا يندار له سبلينكتومي ولا اي حاجه، قصدي مرات تخلينا نسرعه شويه في جدول التطعيمات عشان هو يدخل البروسيجر اللي يبي يدخلها وهو واخذ تطعيماته كامله. بهي فهذه فكره الاكسلريتد سكيدول. تمام. بداية بالنسبة للليبيان فاكسينيشن، يعني سكيدول طبعا هو يتغير بهي عدة مرات، بس الابديت الاخير هو هذا بهي اللي في الكارت هذا اللي حاليا هو الاخر ابديت. طبعا التطعيمة اللي ات بيرث بالنسبة لنا هي عندنا تطعيمة البي سي جي، بسلة كارمت فاكسين اللي هو بتاع الدرن تيوبركلوسز، وفي عندنا الاورال بوليو فاكسين هذا ات بيرث، وفي عندنا الهيباتيتس بي فاكسين، تو بعدين نعطوا عليهم تفاصيل، بس احنا نبغى نشوفه جدول مبدئيا. فالبي سي جي والاورال بوليو والهيباتيتس بي فاكسين، طبعا هذينا التطعيمات الثلاثه اللي هما ات بيرث. التطعيمه بتاع شهرين، تطعيمه الشهرين طبعا هي كانت في الاول بنتا وبعدين ولت هكسا، تو حاليا هيكسا. هي لما يقول لك هيكسا بس التطعيمات تجي جاهزه مع بعضها في زي ما نقوله خلطه واحده، يعني كومباينيشن بهي. فهذا ليش يسموه فيها الهيكسا. الهيكسا شنو يحتوي؟ يحتوي على الان اكتيفيتد بوليو، ويحتوي على الدي تي اي بي واللي هو دفتيريا تيتانوس بيرتسس، يحتوي على الهيباتيتس بي، ويحتوي على اتش اي بي اللي هو هيموفيلس انفلونزا تايب بي فاكسين. طبعا فيه اضافه للهكسا فاكسين عندنا الروتا وعندنا النيموكوكال فاكسين. تمام. طبعا تطعيمات 2 و4 و6 شهور هن نفس التطعيمات، بس حاليا في اختلاف بسيط بس بينهم، لكن هي نفس التطعيمات ان جنرال. عندكم 4 شهور نفس الشيء، الهكسا الروتا النيموكوكال. عند 6 شهور زمان كان هكسا وروتا ونيموكوكال. جرعه النيموكوكل على 6 شهور في دول يعني قاعده تعطي فيها وفي دول لا. يعني تو لما احكي لكم على تطعيمات النيموكوكل فاكسين، في دول تعطي فيها جرعه، هذه تعتبر فيها جرعه زايده بهي، وفي دول ما يعطوش فيها خلاص، ما عادش يعطوا فيها جرعه زايده. فقصدي كانت، اعتقد انها كانت في جداول قديمه ما كانت موجوده في 6 شهور نيموكوكل، حاليا مش موجوده به. فالمهم 2 4 6 هما نفس التطعيمات، الفرق الوحيد حاليا ان في 6 شهور محولينها نيموكوكل يعني. تمام. بقى نجول ل 9 شهور. 9 شهور عندنا اورال بوليو وعندنا المنينجو كوكال فاكسين. طبعا المنينجو كوكال فاكسين هو كان ما فيش البي انتيجين، مش موجود، كان فيه الاي والسي الواي والدبليو 135. بهي البي انتيجين تو داروا له فاكسين، ولكن هو مور كومون راهو في امريكا وفي دول تانية يعني، واعتقد حتى اوروبا، لكن احنا بالنسبه لنا ان افريكا عندنا الاي مور كومون، يعني الاي اكثر واحد. طبعا الدبليو والواي هذيما غالبا
الانديميك يعني واصل زي الحج والحاجات هذه. فالمهم ان البي انتيجين ماهوش يعني مش كمون عندنا وما يطعموش عليها عندنا، يعني ما هيش انفولفد في الجدول. بهي مش بس احنا ليبيا، حتى مصر ودول تانية يعني اغلبهم ما يستخدموش فيها تطعيم البي، اعتقد في امريكا يستخدموا فيها. بهي في عندكم في ال 12 شهر، في ال 12 شهر في الام ام ار فاكسين اللي هو ميزلز مام روبيلا. بهي طبعا الام ام ار فاكسين هذا لايف فاكسين، هذا ليش عليه الكلام، تو نحكوا بعدين شنو اللي لايف وشنو اللي اتنويتد. بهي مش عارفه دكتور قال في مشكله في الصوت. تمام ما اعتقدش انها مني، لو في حد يسمع في الصوت في مشكله يقول لي، بس لو كان على الجميعين. الام ام ار فاكسين قلنا هو لايف فاكسين، فيه كلام عليه يعني، هو وغيره من اللايف فاكسينز دي ما يكون فيه محاضره اكثر. باهي تو نحكوا عليه تفاصيل اكثر ان شاء الله. فعند السنه ار هذه الجرعه الاولى من الام ام ار، عندنا المينينجوكوكال فاكسين اللي هم بالانتيجنز بتاع الاي والسي والدبليو والواي، وفيه النيموكوكال فاكسين. لاحظوا هذه النيموكوكال فاكسين هذه ثالث وحده، يعني اعطيناه مره على الشهرين وعلى الاربع شهور، الست شهور حذفوها ما فيش، وتو عطوه على ال 12 شهر. بهي طبعا عندنا على ال 15 شهر هذه يعني تطعيمات يعتبر مستحدثات، يعني قبل وقت ما كانش فيه التطعيمه هذه. بهي طبعا على ال 15 شهر شنو هم اللي ضافوهم؟ انضافوا هم تقريبا في 2017 2018 تقريبا هيك او 2020، تشيكن بوكس فاكسين. بهي اللي هو الفاريسيلا والهيباتيتس اي فاكسين، بالذات الفاريسيلا هو انضاف في الوقت هذا، هيباتيتس اي مش متاكده يعني، لكن التشيكن بوكس يعني انضاف قريب. تمام هذا عند ال 15 شهر. عندنا عند 18 شهر اللي هو السنه ونص، شنو فيه؟ طبعا السنه ونص فيه البنتا فاكسين. البنتا فاكسين محولين منه حاجه، ولين منه يعني هو كان الهكسه نفسها هو يعطوا في بنتا، حولوا منه الهيباتيتس بي. ليش؟ لان الهيباتيتس بي خلاص نوت امبورتنت، هو الهيباتيتس بي ثلاثه دوزز، خذاه مره عند الولاده وخذاه عند الشهرين وعند الاربع شهور وحتى عند الست شهور. بهي يعني هي اصلا هيك واخذ اكثر حتى من اللي يعني من اللازم، يعني واخذ كويس، يعني واخذ اربع جرعات هيباتيتس بي خلاص انف. هيباتيتس بي حتى ثلاثه جرعات كافيات. بهي هيباتيتس بي لما تجي لحد يبي يدير كاتش اب يعني ياخذ هيباتيتس بي وهو كبير زينا، حيعطوه ثلاثة جرعات بس، تمام مش حيعطوه أكثر من ثلاثة. فهذا ليش الهيباتيتس بي محولينه. شن قاعد؟ قاعد دي تي اي بي اللي هو ديفتيريا تيتانوس اند اسيلولار بيرتوستس، والان اكتيفيتد بوليو، والاتش اي بي اللي هي انفلونزا تايب بي. طبعا هيموفيلس انفلونزا تايب بي هذه تدير لنا اكثر من نوع من الانفكشن، ولكن اهمها الاكيوت ابيغلوتايتس، تدخل في النمونيا وتدخل في المينجايتس. فهي لكن اهم شيء الاكيوت ابيغلوتايتس، نقص الانسيدنس نتاعها بعد التطعيمه. عندكم الام ام ار، طبعا الام ام ار احفظه سهل، عند 12 شهر وعند 18 شهر. تمام المنيجو كوكل 9 و12، تو هذين حنعاودهن بعدين. دي ما جدول التطعيمات تقروه مره، ومره ثانيه تقروه كل تطعيمه بروحها، قصدي كل تطعيمه تو احكي لكم عليها كيف، كل تطعيمه لازم تاخذوها بروحها بعدين. بعد 6 سنوات شنو عندنا؟ 6 سنوات عندنا اورال بوليو. بهي لاحظوا الاورال بوليو من الولاده ما عادش خذاه لعند عمر الست سنوات، يعني في الولاده كان اورال بوليو، زمان كانت فيه في التسع شهور ياخذوا في اورال بوليو. يس قاعده في التسع شهور، ايه يس نحسبها تو انكتيفيتد، يس هي اورال بوليو عند ات بيرث وتسع وست سنوات. تمام هذه اورال بوليو الانكتيفيتد مع الهكسا فاكسين ومع البنت فاكسين، مع 2 و4 و6، وخذاه في مع البنت فاكسين عند 18 شهر. اما الاورال بوليو ات بيرث 9 شهور و6 سنوات. شنو في ثاني على 6 سنوات؟ فيه التي دي اي بي. بهي تو نحكوا بعدين شنو الفرق بين، لاحظوا كان يكتب في الدي تي اي بي وتو تي دي اي بي، شنو الفرق بينهم؟ فيه الفاريسيلا طبعا، هذه تشيك بوكس او البرسيلا ياخذها على 6 سنين، اول واحده 15 شهر، ثاني واحده على 6 سنوات. في عندنا على 12 شهر طبعا 12 سنه سوري، بهي اللي هي احنا نقول الصف الاول وعلى اولى اعدادي. بهي هذا ما ياخذهم تطعيمتين، تطعيم بتاع 12 سنه شنو فيها؟
فيها منينجوكوكال فاكسين، لان طبعا المنينجايتيز عنده بيك ثانيه في السكول ايجد تشيلدرن، وفي السكول ايجد تشيلدرن غالبا يصير تيتس، يعني هي الكوز. تمام، فهذا ليش في تطعيمه اخرى عند عمر المدرسه اللي هي بتاع يعني في العمر الادولسنت، قصدي اللي هو عمر المدرسه والطفل بيختلط وكذا، فلازم ياخذ اكتيفيشن لها من جديد بهي المينينجوكوكال فاكسين هي بوستر. يعني شن تاني عندنا؟ طبعا في تطعيمه اضيفت حتى هي مؤخرا ممكن في 2017 2018 اللي هي تطعيمه الهيومن بابيلوما فايروس. هيومن بابيلوما فايروس طبعا في منه تايب 6 و11 و16 و18، هذيما يديرونها في جنتل ووردز ولكن يزيدوا الريسك اوف سيرفايكال كارسينوما. فهذا ليش هي اصلا انضافت التطعيمه؟ عشان يقللوا الريسك بتاع سيرفايكال كارسينوما. يعطوا فيها للبنات بهي فور جيرلز اونلي، طبعا هي لما تنعطى في 12 سنه لو تركزوا تنعطى ات 0 2 اند 6 مانث، بمعنى انها لما تنعطى تتعود بعد شهرين ياخذ الدوز الثانية وياخذ الدوز الثالثة بعد 6 شهور، يعني 0 2 and 6 months. طبعا عند 15 مش حاليا ما فيش تطعيمة في العمر هذا. تمام، عندكم هذه السيزونال فلو فاكسين الانفلونزا الموسمية، هذه اللي بالنسبة لنا لذوي الاختطار، يعني الناس اللي هم ات ريسك، يعني اللي هم محتاجين الانوال انفلونزا فاكسينيشن، وتو نحكوا عليه الحاجات هذه بعدين. بهي هذا الجدول بشكل عام، بس زي ما حكيت لكم كل فاكسين حناخذوه بروحه حنحكوا على التفاصيل متاعه بروحه. بهي يعني نعاودوا من جديد المواعيد بناء على كل تطعيمه يعني لوحدها. تمام، تمام. طبعا في عندنا اول يعني واحده من الحاجات المهمه اللي هي شنو هم الكونترا انديكيشن او البريكوشنز للتطعيمات، يعني هل في كونترا اندي بريكوشن معينه. طبعا اللي لازم تعرفوه انه راهو السمبل ابر ريسبيراتوري فايرال انفكشن والسمبل اكيوت جاسترو انترايتس والراني نوز والكف، يعني persistent كف مثلا بوست نيزل دريب او غيره، هذه كلها مش كونترا انديكيشن للتطعيمات. كذلك البرولونجد نيونيتال جوندس او نيونيتال جوندس في حد ذاتها هي مو انديكيشن للتطعيمات ما دام without sepsis، يعني ما فيش sepsis هو الجوندس في حد ذاته ماهوش كونترا انديكيشن. فهذه قصدي من الحاجات المشهورة اللي هي فيها مس كونسبت، فيها أفكار خاطئة، إن مجرد إن كان عنده مثلاً أبر ريسبيراتوري قبل 3 أيام ولا 4 يقولك خلاص لا ما يخدش تطعيمه. صح أغلبنا يعني إذا كان هي أفيلبل تطعيمه الأغلبية يحاولوا يتفادوا في أول 5 أيام مثلاً من الأبر ريسبيراتوري والله الأكيوت جاسترو، على خاطر يقولك هو الجسم هو عنده إنفكشن لاهي بها، فأجل شوية تطعيمه لأنه يبي وقت على ما هو يستعد للتطعيم اللي هي تعتبر حتى هي كأنه نعطي فيه حاجة انفكشوس. لكن علميا وكتوصيات ما فيش حاجة تمنع، يعني حتى during acute respiratory acute upper respiratory viral أو acute gastroenteritis لو إنها viral cause هذه لا تمنع التطعيمات. بهي شنو contraindication of vaccination؟ لو كان عنده history of anaphylaxis من التطعيمة هذه نفسها، يعني لو صار له منها أنفايلاكسيز في مرة سابقة أيا كانت التطعيمة، لو صار له أنفايلاكسيز منها خلاص ما عادش ياخذها. فهي فالأنفايلاكسيز هذه مش حاجة سهلة، لو صارت من تطعيمة نفسها من قبل مش تطعيمة ثانية، راه نفس التطعيمة لو صار منها أنفايلاكسيز خلاص ما عادش يقدر ياخذها.
في بريكوشنز مرات تكون خاصة بتطعيمات معينة، زي شني مثلا دي تي اي بي من ضمن البريكوشنز متاعها لو كان صار انكفالوباثي، within 7 days of the previous administration. يعني لو كان في مرة من المرات السابقة بعد ما أخذت تطعيمة صار لها انكفالوباثي، هنا ما عادش يقدر ياخذ التطعيمة. طبعاً بشرط الانكفالوباثي مش مشخص ان هو ليه سبب اخر، يعني انه هو attributable to the vaccine، لان ما لقيوش سبب ثاني يشرح القصه اللي صارت هذه فمعناها هو بسبب الفاكسين. فلو ان فيه previous يعني انكفالوباثي هذه تمنع ال DTAB بهي فاكسين. شن ثاني عندنا؟ طبعا ال MMR، ال MMR طبعا في كلام هلب عليه. ال MMR ممنوع لو كان سيفير immune deficiency، وتو حنحكوا بالتفصيل على immune deficiency بعدين، تو خليها كلمة عامة في سيفير immune deficiency. ولما يكون في family history أو household contact حتى هي حنحكوا عليها هذه بهي ال household contact. يقولك لما يكون طبعا household contact في أغلب الأحيان يعطوا عادي، لكن ال family history of immune deficiency مرات تتنحضروا شوية. يعني عندك طفل جاي في عيلة هم عندهم immune deficiency من قبل، لو كان الطفل هذا مش متشخص فمرات تخاف إنك تعطيه MMR vaccine إلا لما تكون متأكد إن ال immune deficiency excluded. بهي ال household contact ونحكي عليه بالتفصيل بعدين. تمام. شن تاني الفاكسين اللي هو نفس القصة مع الممار؟ الفاريسيلا. فاريسيلا نفس الشيء، حتى هو في السيفير اميون ديفيشنسي حنحكوا على الهاوس هولد كونتاكت. طبعا هم الزوز مش ممنوعات في الهاوس هولد كونتاكت، بس يعني دي ما يجي عليهم كلام ان هل ينعطى للناس المحيطين به او لا، هو عادي ينعطى. تمام. شن تاني عندنا؟ عندنا الاورال بوليو. طبعا الاورال بوليو هذا الوحيد اللي لو عندكم حد في العيلة immune deficient وفي واحد يبي ياخذ اورال بوليو، هنا حيكون ممنوع، ما يقدرش ياخذ الاورال بوليو، يقدر ياخذ الانكتيفيتد بوليو. فاحنا عندنا بديل والبديل اكثر امانا منه، فمش حنعطي اورال بوليو. تمام. اما الام ام ار والفارسيلا بالرغم انهم لايف فاكسين ولكن نقدروا نعطوهم للهاوس تاك، بس هذه ديما موقع سؤال يعني. تمام. تو نحكوا عليه بالتفصيل كله جينا، بس انا قاعده نحكي على البريكوشنز والكونترا انديكيشنز اللي ديما تنذكر في العاده. فتقدروا تقولوا ما فيش مانع للتطعيمات الا الانفايلاكسس. طبعا زمان في الكونسلنج لو تذكروا حكينا على موضوع الايج، الايج الرجي، الايج الرجي نوت ا كونترا انديكيشن، ماهيش كونترا انديكيشن لاي من التطعيمات. باهي ماهيش كونترا انديكيشن لاي تطعيم. باهي ريليتد بمن من التطعيمات؟ ريليتد بالان اكتيفيتد انفلونزا فاكسين، related بي اليلو فيفر فاكسين، وهذا مش كومون يعني تطعيمه عندنا لانه مش اندميك، وريليتد بي الام ام ار فاكسين. كيف ريليتد بيهم؟ يعني هم هذيهم الثلاثه عندهم ايج كومبوننت، عندهم مكون بسيط جدا من الايج، ولكن هل هذا سبب كافي انه يخلينا يعني لو حد عنده ايج الرجي مش حنعطوه تطعيمه؟ لا، معناها نوت كونترا انديكيشن. وهذا كم يعني انه هو بدات في الكونسلنج انه ديما يجيبوا فيه بدات مع الام ام ار، يعني انه يقول لك حد عنده ايج الرجي هل يقدر ياخذ الام ام ار فاكسين او لا. لانه في وقت من الاوقات كانوا الناس يسمعوا انه هو يعني صنعوه بالشيك امبريو، يعني ياخذوا الامبريو نتاع الايج، يعني هذه بيضه ملقحه فيها امبريو زرعوا عليه الفيروس وداروا له ريبليكيشن وصنعوا منه فاكسين. فلانه هو مصنع من الايج فكانوا يعتقدوا انه ما يقدرش ياخذه حد عنده ايج الرجي، وبعدين قال لك لا عادي يعني ممكن انه ياخذه. تمام.
عندنا تطعيمة الأولى اللي حنحكوا عليها اللي هي البي سي جي. بسلس كلمة يورين. طبعا البي سي جي فاكسين عارفين انتو هو يحمينا من التوبركلوسز، لكن قداش نسبة الحماية من التوبركلوسز؟ طبعا هو بالأساس يقول لك نسبة 50% من التي بي، يعني بولمونري تي بي خلينا نقوله، ويحمي بنسبة 50 إلى 80% من الميليري تي بي. ميليري اند مينينجيال تي بي. فبشكل عام ديما يقولوا ان البي سي جي يحمي اكثر، يعني البيشنت اللي هم عندهم ميليري تي بي يعني حمايته اكبر، لانه يوصل حتى 80% في الحمايه، ولكن لا يحمي بنسبه 100% من البلمونري تي بي. يعني ممكن حد فاكسينيتد بالبي سي جي ومع هذا ياخذ بلمونري تي بي، ولكن تعتبر درجه الحمايه للميليري تي بي والمننجل تي بي اعلى. قديش سنه تقعد الحمايه بتاع البي سي جي فاكسين؟ up to 15 years. يعني اي حد فيكم، لان طبعا كلكم اكبر من 15 سنه، لو جو شافوا درجه الحمايه بتاعكم من التي بي فاكسين بهي، حيلقوا ان خلاص يعني الحمايه بتاع البي سي جي فاكسين almost gone، يعني مشت بهي. لكن يقول لك هل هذا داعي للري فاكسينيشن؟ لا. ليش؟ لان لقيوا لما جربوا يعطوا ري فاكسينيشن ما كانش فيه بروبر ريسبونس. هي لها علاقه بالاميون سيستم، يعني ان هو في ظاهره اسمها فيها البلوكينج، لما يكون انتيجين متعرف عليه في المره الثانيه مش حيدير ضده استجابه مناعيه بنفس المره الاولى، فلقيوا ان الري فاكسينيشن ما فيهاش اي ميزه، مش حتعطينا اي حمايه، فخلاص يعني يفوتوا فيها. لكن بالاساس الحمايه بتاع البي سي جي فاكسين تستمر لمده 15 سنه، هي بالاساس هيك، وطبعا حتقعد تضعف مع الوقت تدريجيا. قديش الدوز بتاع البي سي جي فاكسين؟ طبعا البي سي جي فاكسين الدوز بتاعها واحده سنجل دوز، تنعطى لكل الهيلثي نيونيت، امتى تنعطى؟ ات بيرث، او نقدر نقوله as early as possible. يتنعطى at birth، يتنعطى بأسرع ما يمكن after birth. تمام. يقول لك لو أن جيت بتعطيها later on، يعني اللي تبي تعطيها لحد كبير في العمر، يقول لك الأحسن يندار tuberculin test قبلها. يعني بالأساس أن يجيه قبل. كيف ما فيش صوت؟ هو كان ما فيش صوت. تمام. اوكي باهي، نعاود لو انك قطع الصوت شويه. هي سنجل فاكسين تنعطى ات بيرث اور از ايرلي از بوسبل، يعني باسرع وقت ممكن. طبعا يقول لك لو انها جينا بنعطوها ليتر اون، يعني متاخر، فلازم شني؟ لازم ان نديروا تيوبركلين تيست قبلها عشان نتاكدوا ان الشخص هذا ما عندهاش اوريدي، يعني ما هوش انفكتد بالتي بي لما تجي تعطيه تطعيمه. تنعطى البي سي جي فاكسين، طبعا هي تنعطى انترا ديرمال، هذه يعني شبه التطعيم الوحيده اللي حتمر عليكم بالكلمه هذه، اللي هي انها تنعطى انترا ديرمال. طبعا يعني هي هيك ريكومندد بال WHO. الدوز نتاعها 0.05 مل، يعني فيري سمول دوز. طبعا احنا الدوز المفروض ما نقولوهاش لان حاجه اضافيه مش مهمه ان شاء الله. البي سي جي فاكسين طبعا زي ما حكينا هو سنجل فاكسين، ولا يعني